أعتقد أن الجديد الذي تحمله هذه المفاوضات ربما بضغط من الاتحاد الأوروبي وبعض الأطراف الخارجية، لأن هذه المفاوضات تأتي بمشاركة وزراء الخارجية والري بشكل مباشر تحت رعاية جنوب أفريقيا الراعية لهذه المفاوضات. أعتقد أن تعليق الاتحاد الأوروبي بالأمس على هذه الاجتماعات والتي قال فيها أنها ربما تأتي بشيء جديد، أعتقد أن بعض الأطراف تدخلت وتحاول أن تنهي هذه المفاوضات، وبالتالي جاءت المشاركة رفيعة المستوى من مصر ومن السودان عن طريق وزير الخارجية ووزير الري. ربما الجديد في هذه المفاوضات طيب. قبل أن تذهب إلى هذه النقطة، في النقطة التي ذكرتها عندما يعلن وزير الري والمياه الإثيوبي عبر تويتر أن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78% قبل يوم واحد من الجولة الجديدة من المفاوضات، ما الرسالة التي ترسلها أديس أبابا لمصر والسودان برأيك؟ أعتقد أن أديس أبابا تواصل التعلم في هذه المسألة وتحاول إيصال رسالة للأطراف بأن سد النهضة أصبح أمراً واقعا، وعلى مصر والسودان أن تقبل بهذا الأمر، وعليها أن تتفاوض بعيدا عن مسألة استكمال بناء السد وبعض الشروط الخاصة بعملية ملء والتشغيل. وبالتالي أعتقد أن هذه الرسالة توحي بأن عملية السد تستمر وتنتهي، وعلى مصر والسودان أن تقبل، وعلى مصر والسودان أن تتفاوض على أشياء أخرى غير مسألة استكمال بناء السد، هي عملية التشغيل وعملية الملء، وأن عملية بناء السد هي عملية سيادية بالنسبة لإثيوبيا، لا يحق لأي أحد أن يتدخل فيها أو يؤثر على عملية استكمال عملية بناء السد. وبالتالي أعتقد أن هذه ربما تكون رسالة سلبية للغاية للأطراف المجتمعة اليوم، وربما تعطي مؤشرات بأن هذه المفاوضات ستكون كسابقتها، لن تؤدي إلى أي شيء وستفشل كما فشلت الجولات السابقة، وهذا يؤزم الوضع أكثر، وأعتقد أنه يؤثر في المستقبل على العلاقات المصرية الإثيوبية وعلى العلاقات السودانية الإثيوبية، نظرا للتوترات على الحدود بين إثيوبيا والسودان الآن والتي تنذر باندلاع حرب في أي وقت بين الطرفين. طيب، هل برأيك سيكون لوجود ممثلي جنوب أفريقيا أي دور للضغط على إثيوبيا في عدم المماطلة بالتوقيع على اتفاق بشأن ملء السد؟ أعتقد لن يكون هناك أي تأثير لجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا ترعى المفاوضات منذ أن قدمت مصر احتجاجا ورسالة إلى مجلس الأمن وطالبت بأن يتولى مجلس الأمن هذا الملف، وبعد ذلك أعطى مجلس الأمن فرصة لجنوب أفريقيا باتفاقها رئيس الاتحاد الأفريقي لتكون راعية لهذه المفاوضات، وكثير من الجلسات تم عقدها تحت رعاية جنوب أفريقيا ولم تستطع الرئيس الجنوب أفريقي أن يؤثر على الموقف الإثيوبي بأي شيء، وأن يحض رئيس وزراء إثيوبيا على الخضوع لهذه المحادثات والتوصل إلى اتفاق. وبالتالي أن أعتقد أن تأثير جنوب أفريقيا تأثير ضعيف للغاية على إثيوبيا. إثيوبيا هناك أطراف خارجية أعتقد أنها تشجعها على الاستمرار في المماطلة والتسويف، وبالتالي أعتقد أن الموقف الإثيوبي لن يتغير، وبرأيي أن هذه المفاوضات ستفشل كما فشلت المفاوضات والجولات السابقة، نظرا للتعنت الإثيوبي ونظرا لتمسك مصر والسودان أيضا بأن يكون هناك اتفاق ملزم لعملية ملء وتشغيل السد خلال الفترات المقبلة. أشكرك جزيلا الشكر الكاتب والباحث السياسي يسري عبيد، حدثنا مباشرة من القاهرة.